هذا البرنامج برعاية جنرال ميتال. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في برنامجكم رمضان كريم. الحمد لله الذي أعاده علينا، نرجوه سبحانه وتعالى أن يعيده علينا مرات ومرات في الدنيا ومرات ومرات في الآخرة عند حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا في أعلى جنان الخلد. ثم أقول وبالله التوفيق، الليلة 27 كما نقولوا بالدرج الشيء يدوم، الأيام تجري بنا، الوقت تقارب كثيرا. قال صلى الله عليه وسلم: لن تقوم الساعة حتى يتقارب الوقت، فتصبح السنة كالشهر والشهر كال الجمعة والجمعة كالساعة والساعة كومضة نار. سبحان الله العظيم، احنا عندما كنا صغارا نترقب شهر رمضان او نترقب العيد او نترقب السنة الدراسية حتى يطول بنا الزمن. الآن كثرة المشاغل وكثرة الارتباطات وكثرة الجري على الدنيا خلانا لا نتمتع بوقتنا، صار الوقت يقتلنا وقد نقتله، لأن هناك من الناس من يقتل الوقت، الذي يسهر طول الليل في المقاهي وفي الحوانيت يلعب الورقة ويدخن الشيشة ويفعل غير ذلك من الأفاعيل، كل هذا قتل للوقت الذي هو حياتك يا ابن آدم. إنما أنت أيام، إذا مر يوم مر بعضك يا ابن آدم. قال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم تطلع عليه الشمس إلا وينادي يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد فاغتنمني فإني لن أعود إلى قيام الساعة. سيسألك الله سبحانه وتعالى عن عمرك فيما أفنيته، وعن شبابك فيما أبليته، وعن علمك ما فعلت به، وعن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته. هذا بكله يخلينا نعتبره بالزمن وما نخليهوش يمر، نخليه بتوفيق الله شاهدا لنا لا شاهدا علينا. الليلة 27 هي الليلة العظيمة اللي تقريبا كل المسلمين بدون استثناء يعظمونها ويعطونها حق قدرها، على أنها ليلة القدر اللي تحدثنا عليها احنا في حلقة سابقة،
الحقيقة كما رأينا أن الله سبحانه وتعالى لم يحدد ليلة القدر حتى نجتهد كلنا على التماسها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، لكن تقريبا اتفق المسلمون على أن تكون ليلة 27 هي ليلة القدر، ولذلك نرى أن الناس يختمون الأختام ليلة 27 سواء كان في المنازل أو في المساجد، وتقام الاحتفالات وتوزع الجوائز على حافظي القرآن إلى غير ذلك من الأمور. وتقع حاجة أخرى، أن الجوامع تبدأ تنقص من مرتديها، يبدأوا الناس يبعدوا على الجامع بشوية بشوية، لأن رمضان قريب يوفى، رمضان ما زالت بالثلاثة ولا أربع ليالي، وهذا أمر خطير، لابد أن نعرف أن رمضان سيكون إما شاهدا لنا أو شاهدا علينا. رمضان أيها الإخوة الكرام سيعود بإذن الله سبحانه وتعالى في العام المقبل، أما نحن فقد نعود وقد لا نعود، فعلينا أن نغتنم ولو البقية الباقية من هذا الشهر العظيم، اللي هالشهر العظيم اللي آخره عتق من النار، وأن آخر ليلة فيه يعتق الله سبحانه وتعالى بمثل ما أعتق من أول الشهر. علاش ما نغتنمش الفرصة؟ علاش نخليه تمر ونخرج من الجوامع ونمشي نبيع ونشري ونجري على الدنيا؟ سبحان الله، ذلك من سنة الحياة، ولكن لا تحرم نفسك من تلك الأجواء حتى الآخر ليلة من ليالي رمضان المعظم. تعرفش اللي ثم ملائكة من عند الرحمن سبحانه وتعالى يستأذنونه كل عام لينزلوا إلى الأرض وليشهدوا مع المسلمين صلاة التراويح، فكيف تحرم نفسك من هذه الأجواء بدعوى العمل والكد والجري على الرزق؟ هذا كله مطلوب، ولكن ليس على حساب العبادات والشعائر التي لها دور الشاحن، دور المحفز حتى يستمر المسلم في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى. لابد أن نغتنم هذه الفرصة ونتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الرسول الكريم الذي بعثه الله سبحانه وتعالى مؤدبا معلما رحمة لكل العالمين صلى الله عليه وسلم. علاقته كيف كانت عليه الصلاة والسلام بأصحابه الذين أخذهم وهم يعيشون جاهلية جهلا؟ نرى ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى بعد فاصل قصير، فإلى اللقاء بإذنه سبحانه وتعالى. ليس له مثيل. قلنا إذن إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ صحابته رضي الله عنهم أجمعين من جاهلية جهلاء، في عقولهم وقلوبهم العديد من المفاهيم الخاطئة، رغم أنه للحقيقة إن الجاهلية لم تكن شرا محضا، بل فيها من الأخلاق ومن المبادئ
ما أبقى عليه الإسلام، كيف لا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فهناك أخلاق، مكارم أخلاق، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبني عليها أسس، وسيبني عليها صلى الله عليه وسلم بقية المكارم: النجدة، الكرم، إكرام الضيف، القراء، كل هذه مبادئ كانت موجودة في الجاهلية وأبقى عليها الإسلام. لكن هذا لا يمنع من أن في الجاهلية الكثير الكثير من المبادئ الخاطئة. لذلك جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلحها. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون: كان عليه الصلاة والسلام يفرغنا ويملأنا. عليه الصلاة والسلام كان ديدنه وطريقته في تربية أصحابه رضي الله عنهم أجمعين أنه كان يفرغ عقولهم وقلوبهم مما علق بها من أفكار خاطئة ولا يتركها فارغة، لأنك إذا تركت وعاء فارغا ولم تملأه بما تحب جاء غيرك وملأه بما يحب. الطبيعة لا تحب الفراغ، حتى إذا تركته فارغا ولم يملأه أحد ملئ بالهواء، فلا بد أن تملأ الوعاء الذي أفرغته بما تحب أن يملأ به. ولنرى أمثلة مما كان يفعله صلى الله عليه وسلم في هذه التربية العظيمة لأصحابه الذين أخذوا عنه هذه المبادئ وساروا بها فاتحين مربين إلى كل العالم في فترة قياسية إذا قيست بأعمار الأمم لا تساوي شيئا، ولكنهم غيروا وجه العالم تغييرا تاما إلى الأحسن والأعظم والأجل. يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم صحابته رضي الله عنهم: من تعدون الشديد فيكم؟ اشكنوا القوي فيكم؟ من هو القوي؟ لو سئلنا نفس السؤال نحن الآن، من الشديد فينا؟ مش نقول الشديد فينا هو الذي يصرع غيره، هو الذي يتغلب على غيره، هو الذي إذا تعارك مع غيره غلبه. وكذلك أجاب الصحابة رضي الله عنهم، فعندما سألهم عليه الصلاة والسلام: من تعدون الشديد فيكم؟ قالوا: الشديد فينا الصرعة، الصرعة الفعلاء الذي يصرع غيره بكامل الحذق والدقة والسرعة. فقال الحبيب المصطفى مجددا لهذا المفهوم: ليس، يعني نفي، ليس الشديد بالسرعة. من شكون هو يا سيدي؟ يا مصطفى من هو الشديد حسب المفهوم الإسلامي الصحيح؟ قال: إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. سبحان الله، حقيقة، لأن ذلك هو الشديد، تلك هي القوة حين تتغلب على الغضب الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الغضب من الشيطان والشيطان من النار ولا يطفئ النار إلا الماء. ولذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من غضب أن يتوضأ حتى يخفف
من تأثير الغضب عليه. جاءه أحدهم قائلا: يا رسول الله أوصني. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تغضب. فقال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. يا رسول الله أوصني لا تغضب. ولذلك عندما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا غضبان فقال: أترون إلى احمرار وجهه وانتفاخ أوداجه؟ وإني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا ما أعظم هذا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الغضب هو أساس كل بلية، ولذلك أوصانا صلى الله عليه وسلم بعدم الغضب. هذا مفهوم جديد للقوة والشدة والسرعة. وإلى لقاء آخر بإذن الله سبحانه وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا البرنامج برعاية جنرال ميتال.